حنا محقورين. هذيك كلمه محقورين ما بغيتش نسمعها. كيقول لك كيفاش مشات لاباري الاولى مشات لاباري الثانيه. اذا حنا ملي غادي يجي واحد من الساكنه زيو غادي تكون فواحد الحاله كارثيه، راه خصك لاباري تكون. يعني ما يمكنلكش انت تعطيني الجواب، لان انا ما عرفتش شكون اللي كان يعني من وراء هاد لاباري اللي مشات الاولى. كنقولوا لا سيتياسيون ديال كوفيد، دابا الحمد لله ما كاينش كوفيد، يعني بامكان. وهذيك ديال كوفيد خصني تعطيني الجواب، واش رجعت واش ما رجعتش، واش مخصصه لزيو او غير كانت ثانويه، يعني غير كانت واحد الحاله استعجاليه محتاجينها هنايا. وبالنسبه لهاد لاباري اللي مشات، حنا راه غادي نشوفوا الحقيقه ديالها. وجي سوي سيغ سيغتان كان اتصالات مع مسؤولين اللي عطاو اهميه لهذا الموضوع، عطاو اهميه لهذا الموضوع، انه يعني هذيك لاباراي الا كان شي عطاب تقني داوها راه غادي ترجع، ولكن الاخرى ان شاء الله غادي ترجع. يمكن يجري العلمي هذه القضيه، السؤال ديال القضيه ديال الماتريال يمشي هنا ويدير هنا. كما قلت لك راه كاين بعض الماتريال اللي الا ما خدمتوش ولا مع الوقت كيوقع له التلف، وبالتالي في بعض الاحيان حتى الحاجه، يعني الاداره الاقليميه كتشوف بان محتاجه شي ماتريال هنا ولا شي حاجه بحال هذا الجهاز اللي عطيتي المثال ديالو. هذا عده مرات مشى للحسني ورجع الجهاز هذا، فهمتي؟ وحنا متفقين بانه راه كل الاخرين عندها الاجهزه ديالها. انا واش نقدر نقول لك واش ماتريال شي واحد نقص ولا 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 ما نقصش؟ جوج الاسباب، لان انا ماشي في الماتريال يعني مخفيه، ولكن بمجرد انه خاصه لزيو ومشات لبلاصه اخرى بالنسبه ليا انا سرقه. حيت ملي كنهضروا على المساله قانونيه، نهار اللي كيقول لكم الوزير او كيكون تعليمات اللي عطاو تعليمات للبناء او دي هذيك لاباري حنا بغينا نحيدوها. انا هنا اللي بغيت نعرف هذوك لي زاباري اللي تخصو لزيو كيفاش انه مشات؟ واش كاين تعليمات ديال السيد الوزير؟ السيد الوزير حنا غنشوفوا مع السيد الوزير، علاش جات لزيو مشات لواحد الجهه اخرى؟ حيت غير انه تهزت ومشات لبلاصه اخرى، هادي راهم ساكنه راه ما قبلوهاش، بالنسبه لهم راه سرقه المستشفى ديالهم. حيت ما غنقولوش حنا غنطرقوا مورا المسطره القانونيه، حيت راه ماشي المسطره القانونيه ماشي هي اللي كتحمي المسائل اللي كتوقع. القانون كيقول لك المستشفى تبنى تخص له هادي وتخص هادي وتخصص هادي. اذا يعني هذيك المسائل اللي تخصت ومشات لجهه اخرى، الساكنه باغيين يعرفوا شنو من وراء هذا ولماذا. بالنسبه لهم راه سرقه المستشفى، حيت القانون قانون عنده مسطره ديالو. ولكن ملي كنخرجوا مساله غير اللي كتخدع، لان هذه راه كتمس الساكنه ديال زيو، حيت الساكنه محتاجين لها. غنقولوا كاين عطب بطبيعه الحال، حنايا المستشفى عندهم مسطره ديالو، كاين داك العطب غادي تصلح، غتمشي للشركه وتصلح وترجع. كاين غنقولوا سيدي قدامت ما عرفتش تخدم، غادي نجيو لزيو الشركه، حيت انا راه ما جيتش. وكان واحد الوقت بعد الاخوان ديال زيو سيدي في اول تغطيه ديالهم جاو هنايا، راه شافوا الماتريال اللي كاين في السبيطار ديال زيو راه من احدث الاجهزه اللي كاين. يعني راه من احدث، وكنا هذيك المره كان مجموعه ديال الاخوان كيتكلموا على راه خص راديو، الراديو هو الحمد لله شتي بعيني كاين ها واحد راديو ها زوج وكاين موبيل، فهمتي؟ يعني لا التعليمات الملكيه. اكيد 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 راه كاين واحد العنايه مولويه خاصه القطاعات الاجتماعيه وخاصه القطاع الصحه. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكروا هذا السؤال ديالهم. انايا ما كانش زياره مفاجئه اليوم، لان هذه الزياره كنت كنتمناها من نهار اللي طلعت كبرلمانيه. الوعد من الوعود اللي كنت قدمته للساكنه ديال زيو الاهتمام بالمشاكل ديالهم والمؤسسات ديالهم وخاصه التعليم والصحه، وكنت درت زياره فيما يخص التعليم دابا كواجب ديالي للصحه. وانا كنت اتصلت بالسيد المسؤول هذا المستشفى اني عما قريب غادي يكون عندي واحد الزياره للمستشفى ديال زيو، لان تلقيت بعده شكايات فيما يخص النقص اللي كاين في هذا المستشفى. وكان سبق لي عطيت سؤال السيد الوزير فيما يخص النقص ديال الاطباء والمشكل ديال السكانير. البارح كنتفاجئ بالساكنه والجمعيات اللي كتمثل الساكنه ديال زيو انه كاين واحد المشكل ديال واحد اللي كنسميوها سبيراتور تابعه للبلوك ديال زيو، انه تهزت من مستشفى ديال زيو مشات للمستشفى ديال العروي. هنا كجواب ما يمكنش نعطي واحد السؤال الجواب للساكنه علاش تهزت وعلاش مشات، لان الجواب غادي نعرفوه بالسيده المديره. ولكن انا كتلبيه الطلب ديال الساكنه، لان اتصلوا بيا كيقولوا لي هذه الكلمه هي اللي اثرت فيا انه الناس ديال زيو محبورين.
الناس اللي زيه ما عمرهم ما كانوا محقورين وما عمر غيكونوا محقورين. ما هضرش على السابق لان يمكن ما كانش واحد اهتمام بالمشاكل ديالهم وهذاك الشيء ما كيرجعليش انايا، ولكن اليوم جيت باش نقول الساكنه ديال زيو نتوما ماشي محقورين، وبنت بلادكم والممثله ديالكم وديال الجهه الشرقيه وديال اقليم الناظور كتمثلكم على احسن وجه، والنهار اللي وعدتكم انها تصر على المشاكل ديالكم، النهار اللي وعدتكم انها تقوم بالواجب ديالها، النهار اللي وعدتكم انها تكون سند ديالكم، انا اليوم سند ديالكم. انا جيت باش نجيب زياره لهذا المستشفى، وحتى السيد الوزير ملي كنعطيو له شي سؤال كيقول لنا نتوما كبرلمانيين بغيتكم تساعدونا محليا، اذا جيت كنلبي طلبين، طلب ديال السيد الوزير اللي بغانا نمثلو على احسن وجه في محليا، والطلب ديال الساكنه اللي كيقول لك نتوما كممثلين كبرلمانيين فين راكم، بغيناكم تكونوا بجنبنا. اليوم طلبوني مني اني يعني كون بجنبهم بهذا الاختفاء ديال هذا لاباراي اللي تهزت بهذا المستشفى اللي ما عرفناش علاش، وكاينه شكايه انه ديجا اباري اخرى كانت هزت ولحد الساعه ما رجعتش، وهذه الثانيه. هذا السؤال اللي غادي نقدمه للسيده المديره باش نعرف الجواب ديالو، وانا راه درت اتصالات مسؤولين اللي عطاو اهميه لهذا الموضوع، ولا اظن انهم يعني غادي يرضيو غادي يعجبهم يعني غادي يقبلوا انه غادي تمشي واحد لاباري لجهه اخرى او تنفع واحد الجهه على حساب جهه اخرى. هذا هو الاساس ديالي، هذا هو السبب اللي خلاني نجي باش نعرف الحقيقه، لان ملي كيبقاو يهضروا معاك وكيقولوا لك ما خصني نكون غير اداه نساويه، خصني نشوف بعيني ونعرف الحقيقه، لان النهار اللي يمكن نهضر مع المسؤولين او نهضر مع السيد الوزير خصني نعرف الحقيقه والوضعيه ديال هذا المستشفى. وانا تفاجات بهذا المستشفى لان اول زياره تفاجات، وكنشكر لوزير الصحه والشكر الكبير لسيدنا الله ينصرو على الاهتمام وعلى هذا المستشفى اللي عطاه لنا لهذه المدينه اللي كنقولوا لها حنا مدينه زيو، اللي باش نلقاو واحد المستشفى باحدث ما يكون، راه والا الحمد لله وكنشكروه. ولكن للاسف الشديد حنا ما بغيناش غير مستشفى بالماتريال وبالحيوط وبالنظافه اللي كنشكر المسؤول عليها المستشفى، مستشفى جد جد نظيف، ولكن راه ليفيكتيف ما كاينش، حيت الا ما كانوش الاطباء وما كانش الاهتمام وما كانش الممرضين وما كاينش مسائل اللي كتهم المختبر باش يعني باش يقوموا الاطباء بالواجب ديالهم، وباش هذا المستشفى الساكنه ملي تجينو يكون مجهز لا بالماتيريال ولا بالاطباء، راه بحال ما عندنا والو. يعني هذه من النقاط اللي غادي ندافع عليها. واهم شيء دابا انه الساكنه راهم في حاله انهيار، الساكنه دابا راهم ما متقبلينش انه لاباري الاولى اللي مشات، واللي حنايا ما غاديش نكون اكيد لا حنا ولا الساكنه ضد المصلحه العامه، لانها كانت لا بيريود ديال كوفيد اللي المستشفى الحسني كان محتاج هذيك لاباري، لان كان عندي اقتضاد من المواطنين، واللي حنا ما الساكنه ما عندها حتى شي مشاكل مشكل انه لاباري تمشي تنفع بها الساكنه، لان ولاد زيو ولاد الناظور ولا العروي ولا بركان حنا مواطنين مغاربه كنا، يعني فين ما كانت مستشفى محتاجه ديك لاباري اللي زيو يعني ما محتاج لهاش، والا خصو ينفع في مستشفى اخرى، ولكن مي كتكمل ديك الفتره كيخص كل حاجه ترجع لبلاصتها. دابا الساكنه ديال زيو كيقول لي لاباري الاولى مشات ما رجعتش، هذه الثانيه راها مشات، حنا بغينا نعرفوا فين مشات وعلاش مشات، واش غادي ترجع واش ما غاديش ترجع. انا اللي يمكن نقول للساكنه لاباري غادي ترجع باي طريقه باي وسيله غادي ترجع، لان كل ما خاص بزيو غادي يبقى بزيو. يمكن كاين شي مسائل اللي حنا ما عارفينهاش، يمكن مسائل تقنيه، يمكن مشاكل، حنا المسائل اللي كاينه حنا عادي نعرفوها، ولكن الوعد اللي غادي نقولهم كأنا كنمثلهم انه ما غنسمحوا حتى لشي جهه انه تنفع جهه اخرى على حساب جهه، لان الحمد لله كنا مغاربه والمغرب ما فيش الدار البيضاء بوحدها، المغرب كيقولوا مغاربه ما كيقولوش ولاد جايو ولاد وجده ولاد علوي، حنا ساكنه كنا بحال الا كان نقص زيو غندافعوا عليه، الا كان نقص العلوي غادي ندافعوا عليه، الا كان نقص ولكن ندافعوا عليه في الرباط في الوزاره انهم داك الخصاص توجدوا لهم، ما غاديش ندافعوا انه نجيو زيو نهزو ونمشيو نعطيو للعلوي او نهزو للعلوي نعطيو زيو او نهزو زيو نعطيو للبركان او نهزو للبركان، لان اي مستشفى اللي تخصص ليه واللي كان كتجهيزات ليه خصو يبقى فيه. انا لحد الساعه السيده المديره باقي ما قلتش معها باش نعرف الحقيقه اللي خصني نقدمها للساكنه، لان الساكنه عطاتني سؤال خصني نجاوبهم، دابا ما يمكنليش نجاوبهم
شنو المصير ديال ديك لاباري وشنو السبب ديال هذيك لاباري اللي تهزت من هنايا. المسؤول كيقول لك انايا ديال زيو وانايا كان يعني كنتفاهموا كيقول لك انا موظف جات تعليمات انه لاباري غادي تمشي لواحد الجهه اخرى اللي هي العروي. هو من حقه ما من حقوش انه يرفض لان المسؤول هو اللي كيتحكم فيه. دابا حنا المسؤوله غادي تكون عندي معها لقاء الاسبوع الماجي ولكن راه كاين لقاء مع المسؤولين اللي كنشكرهم اللي تفاعلوا انهم وانا جد متاكده انهم يعني غادي يعطيو الاهتمام هذا المشكل هذا وما غاديش يسمحوا يربيو الغباء ديال واحد الجهه على حساب جهه اخرى. وبالنسبه اللي غنقول الساكنه ديال زيو دابا انهم يتريتوا لان البارح الكلام ديالهم كان كي كانوا حنا كيغلي وكانوا منفعلين بزاف كيحسوا بالحقره. بغيت نقول الساكنه ديال زيو ما راكمش محقورين. الممثله اللي درتو فيها الثقه راها معكم وما غتسمحش لشي واحد يحقركم لا نتوما ولا جهه اخرى. واللي كان في زيو راه غيبقى في زيو واي حاجه كتخص الساكنه حنا غنقوموا بها. وانا جد اكيده انه حتى المسؤولين ما غاديش يبغيو انهم يصلحوا غلط في جهه اخرى على حساب جهه اخرى. اذا انا هذه زياره اللي كنت ناويه نديرها وخاص في هذا الاسبوع وانا كنت قلت للمسؤولين هنا بزيو اني عما قريب غادي نجي لمستشفى زيو ولكن هذه جات فرصه ملي طلبوا مني الساكنه وهذا المشكل كانت فرصه اني غادي نجي باش نشوف المشاكل اللي كنسمعها واش هي في الواقع كاينه ولا ما كايناش. واش هذا الاختفاء ديال هذا لاباري واش كاينه ولا ما كايناش باش نقوم بالواجب ديالي على احسن ما يكون. وفي نفس الوقت حتى الساكنه كنعطيهم واحد الهدوء يعني كيقتنعوا بان راه كاين اللي كيدافع عليهم ويعرفوا بان اللي كاين كيدافع عليهم. حيت البارح قالوا لي في راكم البرلمانيين واش حنا صوتنا عليكم حنا مشاكل نتوما ما كاينينش. بالعكس حنا كاينين. انا راه كنت دايره باش غادي نجي ودابا راني جيت وان شاء الله خديت معلومات اللي هي جد مهمه من مسؤول السير حودي لهذا المستشفى. وباقي عندي يعني غادي تكون لقاءات مع المسؤولين على اقليم الناظور لا فيما يخص الصحه ولا كممثلين ديال السلطه. ونتمنى ان شاء الله ان هذا الموضوع ما غادي يكون عنده نتيجه ايجابيه ونكون حسن النيه في ديك لاباري اللي مشات من هنايا اللي حنا ما كنعرفوش شكون اللي عطى التعليمات هاد لاباري باش تهز بزايو وشكون اللي عطى التعليمات لاباري اللي مشات وباقا ما رجعتش. الاولى كانت فهموها كوفيد من حق المسؤولين انهم يدعموا واحد الجهه لان كان فيها الخصاص ولكن دابا هاد لاباري اللي مشات للساكنه ديال زيو محتاج لها واللي كانت مخصصه لزيو ان شاء الله غتبقى في زيو وغادي ترجع لزيو. وانا نتمنى وان شاء الله هذا الشيء اللي غيكون راه كاين حسن النيه ونتمنى عما قريب ان شاء الله الساكنه غادي يكونوا جد سعداء بهاد المستشفى. ما كنهضرش على هاد لاباري ولكن جد سعداء لان غيكون مستشفى حقيقي مستشفى على احسن ما يكون بالنسبه للاطباء وبالنسبه للتجهيزات لهنا. ونتمنوا هذاك الشيء غادي يتحقق اقليميا ولا حسب المنطقه الشرقيه. وكي قال السيد الوزير انا بوحديتي ما يمكن نقول والو خصكم تعاونوني محليا وتشوفوا المشاكل بعينكم وتعاودوا تقدموا لنا تحتوما كممثلين كبرلمانيين يد المساعده. انا دابا جيت باش نقدم يد المساعده للساكنه وباش نقول السيد الوزير طلبت مننا انه نكونوا تحنايا ايادي اللي كتمثلك في الجهات. حنا راه حنا دابا انا راني جيت باش نشوف هذا المستشفى شنو اللي وقع فيه شنو اللي كاين فيه شنو الخصائص ديالو باش حنا نقدروا المشاكل اللي كاينه واللي كتعني بها حتى وزاره الصحه. لان حتى حنا ممثلين ما خصناش غير نبقاو نهضروا لان سمعنا خصنا نجيو باش نقتنعوا باش ملي نهضروا نقولوا مشينا وشفنا ماشي سمعنا. وكنشكركم شكر جزيل الشكر لهذا اللقاء اللي غادي تكونوا صله الوصل ما بيننا وبين الساكنه باش تقولوا لهم الحقيقه اللي كاينه وتقولوا لهم بان ان شاء الله راه اللي كاين بزيو في المستشفى غيبقى بزيو. وكنقول هنيئا لنا بزيو بهذا المستشفى المجهز باحدث ما يكون بهذا النظافه اللي كاينه. وان شاء الله غادي يكون مستشفى يعني اللي كنتمناو يكون من احسن بالتجهيزات اللي غادي تكون لا من ناحيه الاطباء ولا من ناحيه كل الالات اللي هي خاصه واللي هي ناقصه. وكنشوف راه ما ناقص والو كاين مسائل ان شاء الله راه غادي تعوض وان شاء الله غادي يكون مستشفى من احسن المستشفيات. ونتمنى يكونوا بحالو في جميع الجهات لا بالنسبه لاقليم الناظور ولا المنطقه الشرقيه
ولا يكون بحال هاد المستشفيات وطنيا في الاماكن اللي فيها الساكنه كيقولوا محقورين كما كيقولوا صحاب زايو. صحاب زايو ما راكمش محقورين ان شاء الله، كل حاجه غادي تصلح وكل حاجه غترجع كيف ما كانت، لا بالنسبه للمستشفى ولا بالنسبه لزايو ككل اللي فيه ولا تستوت فيه. كنتمنى ان شاء الله اني نكون ممثله احسن ما يكون، ممثله مثل ساكنه زايو لاني كنتمي اسم زايو بنت زايو، ممثله اللي كتشرف زايو، كتشرف اقليم الناظور، كتشرف المنطقه الشرقيه، لان حقا جيت الا باش نخدم، الا باش نمثلهم ونلبي طلب ديال سيدنا الله ينصرو اللي قال المواطنين المغاربه ديالهم ديروا اللي يمثلكم. اذا خصني نكون في ذاك المستوى ديال هذوك الناس اللي داروا فيا الثقه باش نكون احسن وجه غنقدموا لهذه المنطقه. وكنشكركم شكرا، الشكر الجزيل، وشكرا على هذا